طبعا مرات عم بيصير الموضوع تجاري بس طبعا هو مفيد. بعرفش رند شو رايك في الموضوع؟ صباح الخير رند. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله دعنا، وانت كيفك؟ انا منيحه. الاورجانيك فود صار موضه، بس صح. اذا بدنا نرجع احنا لاساسه هو كتير إشي صحي، صح؟ صح 100%. هلا شوفي، الاورجانيك بيتميز انه هو ما فيه نسبه المبيدات الحشريه اللي كتير عاليه. فنحن بنفضل انه الاشخاص تستهلكه لانه هو مصدر صحي للفيتامينات والمعادن، وبنفس الوقت عم نبعد عن كل المواد والمبيدات الحشريه اللي بتنضاف بشكل كتير كبير اللي ممكن تاذي الاكل اكثر. يعني هو غذاء صديق للبيئه، بنقدر نحكي 100%. صح، حتى صديق لاجسامنا. ممتاز. اليوم برضه عندنا أفكار من رند الدي سي لفطور صحي، اللي لسه ما تناول وجبة إفطار رح نعطيكم أفكار. صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله تمام، وأنت؟ تمام الحمد لله. اليوم منيح لأنه السبت والناس معطلين، وبهاي العطلة بحب الواحد يحضر فطور لكل أفراد العيلة يكون صحي. سو شو محضرتي لنا اليوم؟ أوكي، هلأ اليوم حضرك كثير أشياء وهي سامبلز صغار ممكن الأشخاص يتبعوها، ونحن نغير بالإفطار اللي عم نعطيه لأطفالنا على شكل يومي أو حتى لكبار السن. يعني حلو. مش بالضرورة دائما أنه نحن نعطي دائما الأكل المعتاد، الأجبان، الألبان، المرتديلا، أو حتى أي نوع من اللحوم المبردة. الأشخاص ممكن تزهق منها على فترة طويلة، وخاصة الأطفال بتمل بسرعة من الطعام. بتحس الأطفال دائما بحبوا يجددوا بأكلهم، بحبوا يجددوا باختياراتهم. بالضبط، فنحن بنحاول قد ما بنقدر إنه يكون عندي اختيارات متعددة بقدر أنقي منها وبنفس الوقت تكون مختلفة. حلو، تمام. يعني هاي لأي فئات؟ إحنا بنحكي بشكل عام قاعدين رأي. هلا نحن بنحكي بشكل عام، ولكن أنا بخصصها دائما للأطفال حتى نعرف إنه في تغيير ممكن يكون بطبيعة أكلي لطفلي، ومن نفس الوقت طفلي يحبها وما يكون عنده مثل ملل من الأكل. صح. المعين اللي هو عم بياخده، لا يضل عم بياكل أكل صحي، يضل عم بياكل مكونات مختلفة. مزبوط. ومن نفس الوقت بطريقة جديدة وشوي سريعة. صح. يعني منلاحظ أنه زمان كان عندنا وقت أطول أنه نحن نحضر وجبة الفطور لأطفالنا، هلأ بدنا الأم إشي سريع. بتشتغل، الأب بيشتغل. بالضبط، فبدنا إشي سريع يتحضر بسرعة وينضب بسرعة. بالضبط بالضبط بالضبط. طيب زي شو أفكار عنا اليوم؟ هلأ اليوم نحن مستخدمين أكثر من إشي. هلأ بالعادة أنا عم بركز على مصادر غذائية غير عن المعتادة من النشويات. يعني عم نحكي عن حبوب الشوفان. هذا شوفان مطبوخ مع حليب. بالضبط، أنا حطيت معه مي حتى نخفف من السعرات الحرارية، لأنه رح نضيف عليه الفواكه ورح نضيف عليه كمان العسل. أوكي. هلأ هذا هو طبعا الشوفان، حاطين طبعا أنواع مختلفة من الفواكه المجففة، وجايبة معي تمر كمان بنفس الوقت، وجايبين معانا مشمش مجفف. اوكي، رح نحط كمان شويه عنب او حتى كيوي لاختيارات متعدده. رح نستعمل اليوم زبده الفستق اللي كثير اشخاص ما بتستخدمها، بتفكر انها هي كثير عاليه بالسعرات الحراريه. انا مثلا بهرب منها. صح، ولكن هي مصدر غذائي صحي كثير، خصوصا للاطفال، لنعطيهم مصدر من البروتين وبنفس الوقت مصدر من الدهون الصحيه. من اي عمر مسموح رند؟ من عمر سنتين فما فوق. سنتين؟ مش قبل سنتين. لا، احنا بنخاف من حساسيات معينه بالمأكولات، عشان هيك بنحاول قد ما بنقدر انه نخبي هاي مأكولات لوقت متقدم بالعمر ليكتمل جهاز الهضمي ونقدر نستخدمها. تمام. أوكي. لأنه صرت عم بفكر فيه لجيا لسه صغيرة، سنة وثلاثة أشهر. استنى لسنتين. يفضل إنه إحنا نستنى لسنتين. أوكي. تمام، هاي أول فكرة. أوكي. هلا أول شيء نحن دائما بنحكي إيش يعني فطور صحي، أو إيش يعني فطور كامل ومتكامل من جهة السعرات الحرارية. للأمهات وحتى للكبار بالعمر نحن بدنا نلتزم ب 200 سعرة حرارية بوجبة الفطور. 200. شو يعني 200 سعرة حرارية؟ كل شيء رح نحضره هلا مش رح يكون أكثر من 200 سعرة حرارية. أكثر من هيك بكون عم باخذ أكبر من الوجبة اللي أنا بدي اياها. اوكي، هلا كمان شغل الاشخاص كثير بتركز على فكره انه نحن بدنا ناخذ نسبه عاليه من النشويات. ولكن دائما النشويات بتيجي عندنا من الخبز، من انواع مختلفه، مثلا من المعجنات. ما بنفكر انه النشويات ممكن تيجي من الفواكه. ممكن تيجي من حبوب مختلفه ممكن تعطيني نسب غذائيه عاليه. كمان فكره كثير مهمه انه نحن نركز على الفواكه بوجبه الفطور. اشخاص كثير بتحكي وفي دراسات بتثبت انه الفواكه على جوع بتجوع. يعني انا مش صح اني اخذ الفواكه كسناك ما بين وجبتين لأنه رح أجوع أسرع. صح. ولكن ممكن أخذها مقرونة مع عدة وجبة. أغذية. بالضبط، أو إني أفطر فواكه. حكينا غلط برضو. غلط. أوكي. بدك لازم فبدي أخذها نشويات. نعم. أوكي. بالضبط، نشويات، بروتينات ومكملات تكون من الفواكه. طيب خلينا نشوف هاي الأفكار المتعددة كيف اليوم بدنا نعمل أشياء سهلة وسريعة. هلأ هون أول إشي نحن جايبين توست أسمر. أوكي، يفضل إنه يكون توست أسمر، طبعا القيمة الغذائية اللي فيه بتكون أعلى، ونفس الوقت عليه حبوب مختلفة. بالضبط، فالألياف
الخلاف تبعيته بتكون اعلى، بنحطها على التوستر مش اكثر من دقيقه. اوكي بالضبط، فمش رح تاخذني اي وصفه من اللي انا عم بحضرها اكثر بالضبط من دقيقه للتحضير. تخيلي بالضبط ثبتيهم بالبيت. هلا شوفي اكثر من دقيقه انا ما بحضرهم لانه ما في وقت. اذا رند عملتهم معناته كل بيقدر يطبخ. اوكي ممكن انه احنا نضيف عليهم زبده الفستق. اوكي اوكي ما نتعدى معلقتين طعام. هلا هاي هي الفكره بالمأكولات الصحيه الغنيه بالسعرات الحراريه، انه انا ممكن اخذ منها ولكن بنفس الوقت بدي التزم بالكميه المعينه اللي انا عم بستخدمها. نعم. أوكي. فمعلقتين طعام هو الحد الاعلى. تاخذي منيح بروتين. شو بالضبط تعطيني نسبه عاليه جدا من البروتينات المختلفه وبنفس الوقت من الدهون الصحيه. هلا في كمان شغله نحن ما بنركز عليها بمأكولاتنا وخاصه مأكولاتنا العربيه اللي هي البذور المختلفه اللي انا بقدر استخدمها. مثل بذور الكتان، انا هون جايبه معي التشيا سيدز اللي بقدر احطهم. بالضبط. هلا هاي البذور بتزيد من القيمه الغذائيه للوجبه وبنفس الوقت بتعطي الطفل مصادر غذائيه صحيه هو ما بيستطعم فيها، فرح يتقبلها بسهوله وبنفس الوقت رح تعطيه مصادر غذائيه عاليه. بذور التشيا عاليه بشو؟ هلا البذور التشيا فيها نسبه عاليه جدا من الحديد. حديد بالضبط. من الكالسيوم وحتى من الاوميجا 3 معترف طبعا فيها من أنظمة الصحة العالمية إنه هي أحد أغنى الأغذية بالفوائد الغذائية. والله. ولكن طبعاً بدي أركز على فكرة إنه أنا بدي أخذها مع إشي يكون لزج. هلأ بورجيكي شو قصدي. أوكي. أوكي ممكن أنا عم بضيف عليها موز. أوكي عم بعطي طفلي مصدر من الفاكهة، عم بعطي طفلي مصدر من البروتين كلي هذا أنا هاي للأطفال وبنفس الوقت عم بعطي حسب العمر ولا في أطفال 25 الروح في الطفولة تستمر طبعا. أوكي هلأ ممكن زبنة الفول حسيتك لا بلاقيها دسمة ما عرفش هي دسمة بس كتير صحية. كتير كتير صحية وخاصة إشي دسم بحسه صحي لأنها زبدة بالنهاية هي زبدة الفول السوداني. هلا ممكن نحن كمان نحط انه نحن نحط 5 ملي تشيا سيدز بس رشه صغيره. اوكي شوفي قديش انا عم بضيف قيمه غذائيه لطفلي وبنفس الوقت رح يتقبلها. حلو. الطعم زاكي شكلها حلو بالضبط والشكل انت حطيتي هلا قرفه لا حطيت تشيا سيدز بذور التشيا. ممكن طبعا نحط بذور الكتان كمان لها فائده غذائيه جدا عاليه. اوكي هلا هاي اول شيء واسهل شيء ممكن اعمله لطفلي. طيب بس سريعا مرات انا بحط قرفه، القرفه لها فائده ولا بس نكهه اكثر؟ القرفه لها غذاء كثير مفيد ولكن احنا بنحكي القرفه وهاي البهارات الثقيله للاكبر عمرا للي ممكن يستطعموا فيها اكثر بنفس الوقت يحبوا الطعم القوي تبعها. تمام. اوكي هلا ثانيا بدي نشوف استخدامات الشوفان او اللي هو الاوتميل. هلا نحن هون محضره انا بالضبط هاي الكميه اللي هي بتعادل 3 معالق طعام من الشوفان. ثلث كوب هاي ثلث كوب يمكن بالزبط. اقل من نص شكلها اقل. اوكي هلا هاي الكميه 3 معالق طعام. اوكي نعم. هلا عم بنحطهم مع كوب من المي لحتى يطلع عندي هذا المخلوط اللزج. اوكي هلا هاي الوصفه ما اخذتني اكثر من بالضبط دقيقه على النار انها تتحضر. بنحطها ممكن الغلايه تبعت القهوه. بنحط معها شويه مي وبحضرها. تمام. اوكي هلا مستخدمه انا طبعا مع الاوت ميل لانه هو يعتبر من الحبوب اللي كثير حامضه وما فيها نسبه عاليه من الحلاوه بالطعم. مزبوط. فانا يمكن اضطر اني اضيف السكر. طبعا اضافه السكر ممكن تكون على شكل السكر البني. انا ضفت نص معلقة شاي من السكر البني. أوكي طبعاً فيه قيمة غذائية أعلى وبنفس الوقت بيعطيني شوي مصدر من الألياف. أو ممكن أنه طبعاً نحن نستخدم العسل. العسل فيه قيمة غذائية عالية جداً ولكن للأطفال فوق عمر السنتين. أوكي. الشوفان كترته بتخوف للأطفال؟ لا. مرات بنسمع لا بالعكس عادي. الشوفان ما بيحتوي على الجلوتين اللي هو المصدر الغذائي اللي نحن بنخاف منه لكل الأطفال اللي بيعانوا من حساسية القمح. أوكي يعني بالزبط. أحسن من القمح طبعا. أوكي. هلا هذا السبب اللي احنا اليوم ما ركزنا فيه على القمح ولكن عم نركز فيه على الشوفان لانه ما بيحتوي على هذا الجلوتين. او البروتين اللي بيعتبر ضار للاشخاص اللي عندهم حساسيه القمح. هلا هذا البروتين في شغله مهمه انه نذكرها، الاشخاص اللي عم بيستخدموا الاوت ميل ممكن يشوفوا على المنتج انه هو خالي من الجلوتين. بالعاده حبوب الشوفان لا تحتوي على الجلوتين. اصلا هو ما فيه جلوتين. ما فيه جلوتين ولكن المصانع نفسها اللي بتصنع القمح بتصنع الجلوتين فنحن بنخاف من التلوث الانتقالي للمواد المحسسه للاطفال. فهذا الشيء اللي نحن بنخاف منه. اوكي هلا في كمان شوفان حبوب كامله براون. صح صح. كمان يعتبر بالضبط افضل بفكر. يس يس. اوكي هلا نحن استخدمنا هاي بسهوله. اوكي ممكن نضيف عليها فواكه متعدده. احنا جايبين معنا عنب. اوكي فممكن نحن نضيف شوي من العنب.
اوكي طبعا ممكن هاي بتعرفي شو رند انا بعملها لما بدي فطور سريع مش لبنتي الي بفطرها يعني احسن من خلينا نحكي الحبوب الافطار سريعه بس حليب وشوفان وايش موجود عندك في البيت بالفواكه بنحطها هلا هاي بنفس الوقت عم تعطيني قيمه غذائيه كثير عاليه اوكي عم بحط التمر لحتى نعطيهم كمان قيمة غذائية أعلى وبنفس الوقت نحط الفواكه المجففة اللي يمكن الأطفال ما بيتقبلوها بسهولة أوكي فعم نحط أنا مقطعة شرحة يعني مقطعة تمر شرحة أوكي وما عم بستخدم أكثر من تمرة عم نحط كمان مشمش مجفف أوكي على الوجه شوفي كم سورس من الغذاء نحن عم نحط على الصحن أوكي لحتى كمان المشاهدين يشوفوا معنا صار عندنا فضول نعرف التفاصيل تمام تفضلي كملي يا رند عادي اوكي اوكي هذا الشوفان بس لانه احنا قاطعين هون رند شوفان حطينا وتمر بالضبط هون احنا مخبيين ماشي بالضبط وهلا عم بحط حبوب الكرامبري المجففه او اللي هي التوت المجفف على فوق لحتى نعطيها لون كمان غني تمام اوكي زكي. مصادر غذائيه عاليه جدا وبنفس الوقت فيها قيمه غذائيه للطفل رح يستفيد منها بشكل كثير كبير هاي شو فيها اوكي صراحه كثير منظر بشهي صح مسموح اكله طبعا والسعرات اللي فيه كمان ما بتتعدى ال 200 سعره حراريه فيش معلقه عم نحسابي بس لحتى نضيف لك اذا بتحبي شوي من العسل بيطلع صحي اكثر اوكي كلي هدانا صحتين اوكي تفضلي طيب يلا شكرا شو المعلقه اللي عم تاكلي فيها معلقه خشب صحيه نحكي عن الغذاء العضوي بالضبط اوكي اوكي هلا اخر شيء انا محضرته هون هو بس عباره عن اللبن مع الفواكه ايوه أوكي. هلا شوفي شو عاملين هلا اذا بتلاحظي حبوب الشوفان مع اللبن سوري حبوب التشيا مع اللبن بتمتص المي اللي فيه فبتصير لزجه اكثر وامتصاصها بالجسم بيكون افضل واسرع هيك عم تقولي شيء لزج بالضبط فلازم انه نحن نضيف هاي حبوب التشيا او بذور التشيا على شيء لزج لحتى يعطيني نسبه امتصاص اعلى واغنى اذا هي انا لما بدي اخذها بستفيد انها غنيه بالحديد بالضبط غنيه بالكالسيوم وبنفس الوقت فيها مصدر عالي من الأوميغا 3 اللي هي الزيوت السمك اللي صعب إنه نحن نلاقيها بأغذية معينة. حلو. أوكي. أوكي. هلأ كمان ممكن نحن نضيف فوق بس شوي من حبوب الفطور للطفل يتقبلها بطريقة أسهل. طفل أو أمه. أكيد. أو أبوه. أوكي وحتى أفكار إنه نحن نستخدم أواني معينة مختلفة ممكن تكون كمان محبذة للأطفال إنه يستهلكوها بطريقة أسهل. مظبوط تعرفي شو رند برضو احنا عم نحكي دائما بهاي الفقرات من تجاربنا للام المرضعه او بعد الولاده مرات ما بيكون عندها شهيه وبدها شيء مفيد صح وسريع صح برضو بحس موضوع الشوفان مفيد وبيحكوا عنه منيح للحليب كثير كثير مظبوط طبعا طبعا هلا وكمان ممكن نحن نضيف الفواكه المجففه على اللبن بالضبط بيعطيني لون وكل ما كان المصدر الغذائي تبعي فيه ألوان أكثر كل ما كانت الفيتامينات والمعادن اللي فيه متعددة ومختلفة وبتفيد طفلي أكثر تمام حلو هلا بسكوت وهذا بالضبط الرز هلا كمان احنا جايبين هون معانا الرايس كيك اوكي او اللي هي الرز بالضبط على شكل الكيك هلا هذا الشيء ممكن ان احنا نلاقيه باي سوبر ماركت هو على شكل تشيبس اوكي حتى نورجيكم أكثر هو على شكل تشيبس فهو كمان مصدر صحي للأطفال بيحتوي على نسبة عالية جداً من الألياف وبنفس الوقت قليل جداً بالسعرات الحرارية فأنا ممكن أعطيه للطفلي على شكل يومي كأنها سناك للمدرسة أو للكامب أو لوين هو وزاكي على فكرة طعمه فيه منكهات بدالة تشيبس المقلي إنه هذا كتير صحي أكثر هذا يعتبر مشوي ما فيه سعرات حرارية والأطفال رح يتقبلوا رائع وفيه قيمة غذائية فيه قيمة غذائية طبعاً أعلى من أي نوع تمام هذا موجود بالسوبر ماركت موجود بجميع السوبر ماركت واخر شيء كمان اليوم رح نحكي عنه انا جايبته معي اللي هم الكوكيز او بسكوت اللي بيحتوي على الفلاكس سيد اوكي او بذر الكتان بذر الكتان طبعا فيه قيمه غذائيه عاليه ويفضل انه احنا ناخذ البذور بشيء مطبوخ او حتى لزج مثل ما حكينا لنزيد من نسبه الامتصاص له طبعا كمان هاي سناك صحيه ممكن طفلي ياخذها مع كاسه حليب تعتبر كمان مصدر غذائي غني جدا حلو شكرا راندي اسلم جد شوفي قد ايش سريعه الافكار بالضبط ما بتاخذ وقت وصحيه وبنفس الوقت سهله لست البيت شكرا راندي يعطيك العافيه اهلا فيكم